بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عمر وليد عاشور، مؤسس ومصمم عمر عزيور. أولا أحب أشكر مجلة سيدتي على الفرصة هذه، وأحب أحكيكم على آخر كولكشن نحن نزلناه، دمجنا في الربيع والصيف مع رمضان والعيد في مجموعة تعتبر هي الأكبر من يوم أسسنا عمر عزيور. المجموعة هذه تمتاز بنفس الميزات المجموعات السابقة، كملنا التوجه اللي احنا ماشيين عليه الحمد لله، واللي هو ملاقي إقبال جيد من الزبائن. ما زال الحمد لله التوب في القالب الرصين والأنيق اللي بدأنا به، والحمد لله ماشيين على نفس التوجه. الفكرة من التوجه هذا انه بنقدم شيء للزبون غير الموجود. الزبون اليوم مل يمكن من موضوع التطريز وما التطريز وما إلى ذلك، وحابب إنه يكون عنده توب بسيط وأنيق بأعلى معايير الجودة من حيث الأقمشة والخياطة واللمسات النهائية، سواء من داخل التوب إلى خارج التوب. وهذا الحمد لله اللي يعني يميزنا. ومن الأشياء الحمد لله اللي ملاقية إقبال برضو جدا جيد وإيجابي، اللي هي نحن طرحنا فكرة حيث أنه يصير فيه تفاعل أكثر مع الزبون، اللي هو فكرة أنك أنت make your own ثوب أو فصل ثوبك بنفسك. عندنا مجموعة من الكولات والكبكات والbutton flaps اللي هي يعني أنت لأنك في نهاية المطاف الزبون يحب يكون لي لمسته، ونحن بهذه الفكرة صار في تفاعل جيد مع الزبون، بحيث إن هو يقدر يختار مثلاً نوع القماش، نوع البطانة، ونوع يعني الفكرة فيها إنه كل زبون يتميز بتوب معين، ممكن اثنين ما يتشابهوا في نفس التوب. الفكرة من طرح هذه المجموعة اللي هي مجموعة الكولات والكبكات والأزارير، بحيث إنك أنت كمان تبغى تبني ولاء مع الزبون، لأن إحنا عندنا المجموعة تنقسم إلى جزئين، المجموعة اللي هي اللي هي الربيع والصيف وخريف وشتاء ورمضان، على حسب فين يكون موقع رمضان من السنة، بحكم انه مربوط الهجري بالميلادي. وعندنا المجموعة اللي هي الثانية اللي هو يمكن make your own top. طبعا طبيعة الحال المجموعات اللي هي الموسمية هذه ما يصير فيها تغيير في التصميم، بحكم انه ليها خصوصيتها وليها وضعها معين، غير انه يعني نحن بس برضو ندي فرصة للزبون انه مثلاً هي كان ميكس اند ماتش الألوان البطانات، بحيث إنه التصميم ما يتغير، غير موضوع الميك يور اون ثوب إنه هذه مفتوحة تماماً للزبون ضمن العناصر اللي نحن موفرينها. موضوع التوب لي وضع مختلف غير عن باقي العناصر الأزياء. اللي تقدر تسويه في التوب مو شرط يكون نفس اللي تقدر تسويه مثلاً في بالنسبة عناصر الملابس الثانية. هنا يجي حتى انك انت تمشي على الموضة ولا ما تمشي على الموضة. نحن مثلا من توجهنا انه نحاكي الموضة مثلا في بعض الالوان، بعض المطبوعات اللي تكون على الاقمشة مثلا زي البطانات الموردة والمشجرة والمقلمة وما الى ذلك. بس انا افضل، وهذا التوجه اللي احنا ماشيين عليه، انك انت ما تكون بعيد عن الموضة وفي نفس الوقت ما تنجر وراها، لانه احس انه خاصة بالنسبة للثوب وبالنسبة للزبون هو كيف يتفاعل مع الثوب، الوضع شوية مختلف. في نهاية المطاف الثوب يعتبر قطعة واحدة، فالمجال انك انت مثلا التصميم فيه غير العناصر الثانية في البدل مثلاً والبنطلونات والقمصان وما إلى ذلك. فأنا أنصح أنك كمصمم أو مصممة تقدم قطعة الزي، سواء مثلاً ثوب أو عباية أو أي قطعة ثانية، ضمن قالب يكون رصين أنيق بعيد عن الزبركة اللي ما ليها لزمة. الاهتمام بدقة التفاصيل هذه من الأشياء اللي تدي قيمة للقطعة، أهم من أن تكون مثلاً منجرة وراء موضة معينة أو لا، بحيث أنك أنت يعني أنا أفضل طبعاً على حسب الفئة العمرية اللي أنت تستهدفها، يعني أنك أنت أنا من الناس اللي أفضل أني مثلاً القطعة اللي ألبسها اليوم أو قبل 5 سنين أو قبل 10 سنين ما تكون out of style ولا مثلاً
انه خلاص انتهت ولا شيء. فلما تقدم شيء مرتب وانيق حيقعد ليك بالزمن، وهذا التوجه اللي نحن نفضله. في الخير تعرف يعني السوق يستحمل كذا توجه.